طريقة تحديد سرعة الإنترنت للمستخدمين أو للأكسس بوينت. أول حاجة بنفتح صفحة الراوتر الرئيسية ونكتب الباسورد واليوزر نيم. دي الصفحة بعد ما فتحناها بنيجي هنا على الإنترنت، وبعد كده الاختيار ده بندوس كنترول. طبعا هي كده مش متفعلة، الخاصية دي اللي هي تحديد السرعات بتتفعل عن طريق انك بتحط علامة هنا وتكتب سيف. طبعا يا زيرو تديك اقصى سرعة فانت بتغيرها. طبعا التغيير هنا مش شرط ارقام معينة، انت بالتجريب بتشوف السرعة اللي بتوصل عندك، لان للأسف هنا السرعات في تحديد السرعة مش دقيقة. فكده الخاصية عندك مش منتشرة. طيب لو انت عايز تحدد لمثلا انت عندك كذا بورت في الراوتر، لان 1 لان 2، طبعا نيجي على لان 1 مثلا. طبعا هنا واخد اقصى سرعه اللي هي 0 0، دي يعني واخد السرعه كامله. عايزين مثلا طبعا لان 1 اهوتي، دي خاصه باللي هي بالكابلات، لو انت بتشغل كابل على الاكسس بوينت تاني. بعد بتقوم مغير الرقم ده عن طريق التجربه، سيب الرقم اللي فوق اللي هو ابلود ام اي ان ده، سيبه زي ما هو. هتغير هنا السرعة المعقولة عندك، هتبتدي من 70 ل 120 في الرقم هنا، هتلاقي سرعة الداونلود قلت، الأبلود هتلاقيها قلت كتير جدا عن طريق الحركة اللي أنت بتعملها دي. يعني الأبلود هيقل والداونلود هيقل، لكن الداونلود هيبقى شغال معاك معقول، لكن الأبلود هيبقى وحش جدا. فخليه زيرو زي ما هو فوق، هتحكم في الرقم التحتاني بس ده عن طريق تجربة، كذا تجربة يعني، ده اللي هتعمله بس. طيب انا معايا دلوقتي في رقم 4، انا مخليه 100. لو انا عملت سيف خلاص انا سيفته كده، بتسيب ده زي ما هو، هتلاقي الابلود على فكره معاك متدمر شويه بس شغال، تلاقي لي لو عملت تست للسرعه، لكن هتخليك من 60 50 100 120، لان لو عليت عن كده هيديك سرعه كمان، ممكن توصل ل 200 هتلاقي السرعه كامله معاك، لكن مهما عليت في هنا هتلاقي سرعه الابلود وحشه معاك، لكن الداونلود هتبقى كويس. فمية كويسه، هتوفر معاك انك تقلل سرعه الانترنت. نخلينا بقى في الواي فاي، نيجي مثلا على الاس اس دي 1، دي برضه عاملها هنا 100، لكن عندك كذا شبكه. مثلا الشبكات هنا، في انا عندي هنا كذا شبكه، بختار الشبكه اللي انا عايزها وبعمل بكتب لها رقم السرعه وبعمل سيف. بعد ما عملت كذا حاجه هنا سيف اللي هي لان 4 مثلا والاس اس اي دي 1، بقوم عامل معلم هنا علامة دي وعامل سيف. بعد ما بعمل سيف كده انا حددت السرعة. طب لو انا لغيت العلامة دي وعملت سيف، يبقى انا لغيت اللي انا عامله كله، كل الاكسسات اللي عندك شغالة او السرعات عندك شغالة. طيب لو انا عاوز احدد يوزر واحد بس، مستخدم واحد بس، باجي هنا بضغط هنا ممكن على الماك ادرس او الاي بي. ماك ادرس هنا يجيب لي الاجهزه اللي شغاله معايا موبايل بموبايل، وفي الاي بي ادرس. تمام، يعني انا ممكن احدد مستخدم واحد بس اللي هو ايه، موبايل واحد بس. دي كل الطريقه اللي انت ممكن تستخدمها لاشخاص بعينهم بس.